لطيفة الحمادي. لطيفة، الناس كيف راح تستفيد من الروبوت اللي صنعتيه؟ ممكن استخدامه في الأماكن اللي تحتاج، يعني غالبا حاليا أغلب المؤسسات والجهات الحكومية دائما يكون في موظف استقبال يجيب على استفسارات الزوار، ممكن يوجههم لأشخاص معينين أو أقسام معينة من خلال الرد على استفساراتهم. فممكن توظيف الروبوتات اليوم إن هي تأدي الدور هذا كواجهة للجهات، كواجهة للمؤسسات، من ناحية إنه هم يجيبون على استفسارات الأشخاص، من ناحية حتى توجيههم للقسم المناسب أو الشخص المناسب اللي يمكن هم يحتاجونه أو يأدي لهم الخدمة اللي هم رايحين عشان يسوونها. إيلون ماسك قبل فترة أعلن أن ممكن بعد كم سنة يكون هناك أكثر من 20 مليار روبوت. أتصور هذا الرقم، أو الرقم ممكن أنا مخطئ فيه يعني، وتكلم أن هذه فرضية قادمة لا محالة. كيف يعني تشوفين ان مسألة قدرات هذا الذكاء الاصطناعي او الروبوت، هل ممكن ان تصل الى القدرات البشرية؟ ان هي توصل لدرجة ان هي تحاكي القدرات البشرية بشكل كامل، شوي الموضوع مش يعني دقيق جدا. ممكن ان احنا نوظفهم ان هم يؤدون مهام معينة. التقدم اصلا في المجال التقني جدا سريع، سواء كان في مجال الروبوتات او كان في مجال الذكاء الاصطناعي. اليوم عندنا العديد من الامثله للروبوتات البشريه وغيرها من الروبوتات اللي صارت تؤدي بعض المهام بكفاءه عاليه تحاكي كفاءه البشر، بس ما نقدر نقول ان احنا يعني نستعيض عن البشر بروبوت ممكن يؤدي كافه المهام. ممكن ان احنا نخلي الروبوت يؤدي مهمه معينه وفعلا ممكن يؤديها بكفاءه جدا عاليه، لكن انه هو يحاكي كافه المهام اللي يؤديها الشخص العادي، بعدنا محتاجين وقت اللي نوصل للمرحله هذه. بالله الحين في البيت شو تقولي له؟ شو تطلبين منه؟ ممكن يجاوب على اي استفسار، اي سؤال. بس يتحرك ويه ويروح؟ كحركه كمشي لا، بس كحركه مثلا اليدين ممكن تتحرك، عيونه ممكن تتحرك. طبعا هو داخل العين في كاميرات من خلالها ممكن يتعرف بعد على الاشخاص، ففي اجزاء معينه في الروبوت يتحرك، لكن كمشي بعده ما يتحرك. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. انزين لطيفه، لو قلت لك انت هذه خطوه، هل هناك خطوات قادمه؟ هل هناك احلام قادمه كذلك؟ اكيد طبعا بالنسبه لي انا روبوت روزان هي نقطه الانطلاق، هي البدايه ان انا ادخل المجال هذا. طموحي في مجال الروبوتات جدا اكبر. حاليا قاعد اشتغل على مشروع ثاني، هو عباره عن روبوت يخدم قطاع التعليم في انه يدعم المعلمين من خلال تعليم الطلاب اللي هي اللغه الثانيه اللغه الانجليزيه. ان شاء الله يعني حابه اطبق بعد الخبرات والمهارات اللي انا قاعده اتعلمها من خلال صناعتي للروبوتات في تنفيذ دولة الإمارات عالميا، دوليا وعالميا، من خلال نشر الأبحاث في المجلات العالمية، من خلال المشاركة في المؤتمرات والملتقيات العالمية اللي تخص مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي. ما شاء الله عليك يا لطيفة، كثير فخورين بهكذا إنجاز، واتمنى لك إن شاء الله أن هذه الخطوة الأولى، إن شاء الله الخطوات القادمة تكون كذلك مبهرة.